السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر سليم، وهنشوف مع بعض the best way to build web apps without code. طريقة سهلة جدا وموقع جميل جدا، bundle.io. ازاي تبني موقع ليك وبدون ما تقعد تكتب اكواد، لا HTML ولا CSS ولا جافا سكريبت ولا بايثون؟ لا، الموضوع سهل جدا. تمام، هتقول له get start، فيقول لك بقى ايه، اعمل الحساب بتاعك. get start، انا موافق على الاتفاقية. بيبدأ بيسألك انت عايز تعمل موقع ده ليه، ممكن بقى تشوف الليسونس او المانيوال، او هقول له create new apps، فبيقول انت عايز تسميه ايه. خليني نسميه مثلا بيم اريبيا. what kind of apps، ده مثلا عبارة عن بلوج ديتيل، بيبدأ يتحمل معانا اهوت زي ما انت شايف. ممكن تبدأ بقى تعدل في الهيدر، تضغط هنا تبدأ تعدل في الهيدر، دي المعلومات اللي موجودة. لو انت عايز تعدل في اي element او تضيف element، يعني مثلا عايزين نضيف خريطة مثلا، تسحب وتحط الخريطة هي. تبدأ بقى يقول لك طب الخريطة ديت ايه المواصفات بتاعتها، عايز ايه اللي يبقى موجود فيها، طب عايزها تعمل زوم على انهي مكان، ايه نوع الستلايت اللي هتشغله. تمام، ادينا اللوكيشن واحنا هنظبطه. هي دي الفكرة من الموقع، ان انت هتسحب وتحط، تغير بس التكست اللي انت عايزه. ممكن تبعد التكست مثلا عن الخريطة عشان ما تغلس عليها. الموضوع كله دراج اند دروب، كل ما تعمل حاجة بيبدأ يجيب لك الكلام المكتوب، فتقول له مثلا ايه، وحشتوني وحشتوني وحشتوني، اي كلام في اي كلام، يعني تقدر تعدل فيها اي كلام انت عايزه. تقدر تعمل الموقع بتاعك بسهولة جدا. دي الكونديشن ترانزيت، لو انت عايز تعرف اي بوردر اي حاجة تانية. مثلا عايز تحط لينك معين، عايز تحط مثلا زرار مثلا معين، خلينا نحط مثلا زرار هنا. تمام، طيب الزرار دوت اهو، ممكن تقول بقى ايه، كليك هير او اضغط هنا. تمام، ده هنا بقى ستارت اديت ورك فلو، فتقدر اديت ورك فلو، يبقى ايه اللي هيحصل. ممكن مثلا جو تو بيج، تخليه يفتح على صفحة معينة، الانبوكس او صفحة 404. 404 ده يعني في غلط في الصفحة، فكده اول ما يدوس على الزرار دوت هيروح على الزرار اللي هو اضغط هنا ديت. تمام، رجعنا للديزاين، بتقدر تحط الحاجة اللي انت عايزها. كونديشن بتقول مثلا لما يحصل له كذا يعمل كذا. تمام، وكل الكلام دوت لما يحصل كليك مثلا يروح للمكان الفلاني. طب بلاش كليك، ممكن نخليها مثلا لما الماوس يتحرك مثلا. تمام، او لما حد في اوبشن، لما في صور، يعني تقدر تحط اختيارات كتيرة جدا. تمام، لما تحصل حاجة يعمل حاجة تانية. تمام، وبعد كده بتقول مثلا يبقى يروح مثلا يعمل، يفتح حاجة يقفل حاجة وهكذا. طيب بعد ما تخلص ممكن تقول له بريفيو، فيبدأ يفتح لك الحاجة دي، الصفحة بتاعتك ديت اهو، تقدر تشوف ايه الحاجات اللي فيها. طبعا كل الحاجات دي من غير ما تاخد جهد ولا حاجة خالص، اهو الخريطة كلها جاهزة. فالموضوع هتلاقيه لذيذ. هنا بقى ال development، هنا لو انت عندك اكتر من application، في plugins بتطور الموضوع وتسهله. تعال مثلا نحط فيديو، انت الصفحة بتاعتك عايز يبقى فيها فيديو، فبتسحب الفيديو هنا، يقول لك بس ايه الفيديو اي دي. الفيديو اي دي ده اللي هو الرقم بتاع اليوتيوب. هتفتح اليوتيوب هتلاقي هنا الرقم، تاخد الرقم وتحطه هنا، يروح الفيديو شغال اوتوماتيك. تمام،
خلينا مثلا نخش على اليوتيوب عشان يبقى مثال عملي. هدخل على الصفحة بتاعتي، تمام اهو. اليوتيوب ولا فيمو؟ اللي هو الجزء دوت هنحطه هنا. طيب بلاي فيديو اوتوماتيكلي اونلود، وانت بتحمل الصفحة افتح الفيديو دوت، تمام، وهكذا. هو بيديك اختيارات مثلا زي حجمه، تكبره تصغره، يعني انت لو سحبت من هنا هيغير لك الارقام بتاعت الويتس والهاي. هنا كونديشن ممكن بقى تقول له لما يحصل كليك تعمل كسر. طيب خلينا نشوف بريفيو. الفيديو اوتوماتيك اشتغل اهوت، تمام. الموضوع سهل وبسيط خالص، كل اللي عليك ان انت بتبدأ تسحب وتحط، تسحب وتحط. عايز لينك لحاجة معينة، مثلا عايز يفتح هنا صفحة معينة، اديت مسج، تمام، هتقول له مثلا ايه لينك تو، وتشوف بقى الصفحة اللي انت عايزها. طيب انت ممكن عايز بقى لصفحة معينة هنا، او يو ار ال يعني موقع معين، ماشي، فتديله مثلا موقع، ممكن مثلا موقع لينكد ان مثلا، او اي موقع انت عايزه. او خلينا ناخد الصفحه دي ونحطها هنا، تمام، خلاص. يبقى كده اول ما تدوس على اللينك دوت هيروح فاتح لك الصفحه دي، تمام. افتحها في نيو تاب، يعني لما تدوس هنا ما تقفلش الصفحه دي وتروح للصفحه التانية، لا، افتح تاب جنبيها، تمام، از نوت كليكابل، يعني ما حدش يقدر يدوس عليه، وهكذا. فتبدأ انت بقى تحط بعض الاختيارات. الحاجات دي بتبقى موجودة اوبشن في ال HTML وانت بتبرمج دلوقتي، لا ده كل البرمجة من غير ما تاخد اي جهد خالص. يبقى تقدر انت تعمل الصفحات بتاعتك زي ما انت عايز. فايل ابلود، انت عايزه يرفع ملف مثلا معين او صور اهو، يبقى هو لما هيدوس هيرفع الملفات، تمام. وانت بقى ممكن دايناميك لينك يرفع فين وهكذا، ممكن تحط مثلا جوجل درايف مثلا على سبيل المثال. فزي ما انت شايف الموضوع سهل ولذيذ، ويعني ما فيهوش اي جهد خالص. هنا مثلا لو انت عايز تحط داتا معينه، قاعده بيانات معينه، تقدر تحط الستايل، تقدر تختار الستايل زي ما انت عايز، تمام. تقدر تعدل في الالوان بتاعه البوتوم، يبقى كده اي زرار تحطه هياخد لون احمر اخضر زي ما انت عايز، ماشي. وبعد كده تقول له ابلاي زيمز او اد ستايل بلاجنز، لو انت في برامج بتسطب هنا وتقدر تتعامل معاها. دي الاعدادات بقى كلها الابليكيشنز، انا عم واخد هنا مثلا فري، فهو ليه حاجات محدوده، تمام. الحاجات المحدوده دي كافيه بالنسبه لي، ماشي. ممكن واحد تاني لا عايز حاجات افضل، فهيدفع مبلغ بسيط، 29 دولار في الشهر مثلا، تمام، وهكذا. دي بقى السيتنج جنرال. ممكن بقى تعمل برايفت ابلكيشن، يبقى مفيش حد هيدخل على الابلكيشن بتاعك غير لما يكتب يوزر وباسورد، تمام. فممكن تبقى حاجه خاصه بالشركه بتاعتك. دومين، ممكن انت بقى تدخل دومين معين، تكون انت شاري دومين خلاص، يبقى هو اللي انت تعمله هنا هو اللي هيترفع على الدومين. اللانجوج، لو انت عايز تعدل حاجات في اللغه. الميتا تاج، ده بيسهل ان محرك البحث يلاقي الموقع بتاعك، يقترح على الناس، تمام. هنا بقى لو انت عايز تخش بقى في الاي بي اي والبرمجه والحاجات دي كلها. كولابريشن، ممكن تضيف ايميلات ويبداوا يشتغلوا معاك. سب ابس، ممكن تخلي فيه ابس يبقى تستخدمه. فانا شايف ان هو يعني لذيذ جدا، بالذات للناس اللي هي مش قويه في البرمجه ومش عايز تدخل في قصه البرمجه. هيسحب ويبدا يحط الاختيارات، تمام، دايناميك تشويس مثلا، ويبدا تشوف بقى ايه يوزرز، فتبدا تحط اختيارات معينه وهكذا، تمام. فهتلاقي الراديو بوتوم مثلا اهو، بدل ما كنا بنقعد نبرمج، ده كل ده سهل جدا. هحط لكم الرابط اسفل الفيديو، تدوس عليه وتبدأ بقى تجرب زي ما انت عايز.